ما شاء الله معانا راس الدافور البركان يركب هذا على الدبة مباشرة كما تلاحظون، ويوجد معانا موقد البركان السفري اللي زي هذا اللي سبقنا وشرحناه في مقطع سابق عبر قناتنا في اليوتيوب، ممكن تشوفونه. طبعا الحين مركب عليه قدر ضغط 18 لتر، شوف كيف ما شاء الله متحمل والنار كيف قوية معاه. طبعا كما تلاحظون عندكم الشربوش هنا، شربوش كبير مقاس 8 سنتيمتر، وقطر الراس الدافور 19 سنتيمتر. طبعا عندنا المفتاح طويل، والماما حقه تقريبا 75 قوتها مقاسها. طبعا طريقة التركيب سهلة حقه كما تلاحظون، يجي بهذا الشكل. أول حاجة ندخل راس الشربوش كذا ونركب. طبعا تجي هواية هوايتين معها، تجي هواية في الشربوش نفسه وهواية خارجية. طبعا تركب أول شيء الهواية والمفتاح بهذا الشكل، بعدين نركب الهواية الأولى في الهواية الثانية. ما شاء الله الحديد عندك هنا متين ما شاء الله تبارك الله. طبعا بعدين نركب الشيان هذه الطريقة. كذا يكون معنا راكب.